سندس جبتها لك اهي. سندس دي خالتك، اتحطيها في نن عينك من جوا ما تزعلهاش. لو قالت لك في يوم انها شافت القمر في المطبخ في الحلة قول لها شفته. القمر في الحلة؟ قمر في حلتي يا خال؟ انا ناقصة جنان؟ انت كده هتقلب لي شقة مرستاه. ما كفاية فيلم الكرتون اللي شغال في دماغي ده، عرض مستمر ما بيخلصش. سعد بيحب البيض. سعد بيض ايه؟ بيض ايه بتقول لك بيض؟ وبعدين مين سعد ده؟ اقعدي بنت مجنونة. لا 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 ما تخافيش ما تخافيش يا سندس. سعد مين؟ سعد الله يرحمه ابنها. الله يرحمه. بعدين دي مش مجنونة ولا حاجة، ما تخافيش. ماشي ماشي اما نشوف اخرتها. بقول لك ايه، كوريا دي طيبة، كوريا دي تتحط على الجرح يشيط. انما انا حاسه ان انت اللي هترجعني القناطر من تاني. كلنا هنروح القناطر ان شاء الله ونركب عجل وحمير هناك. والله هركب حمار. انا هركبك حمار، اجمل حمار في القناطر هركبه لك. هيس هيس قول اي كلام عشان تلحق تجري، ارمي من على كتفك وزيحه يا خال. ها اسيبكم معافيه بقى وخليكم مع بعض. لا 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 سعد ما تخافيش، غير هدومك وروح. استنى ما تسيبنيش معاك. يا بنت انت يا بنت. نعم. عايزه الصحن. ابتدينا. طب بقول لك يا سندس، بص يا سندس عشان نبقى على نور كده من اولها، انت تتمسي وتقولي يا مسا كده وتخشي تنامي والصباح رباح. انا اما اصحى الصبح هليفك ونحمي ونصبن ونرغي، نعمل كل اللي انت عايزاه عشان فيهاش خلق دلوقتي يا سندس. ماشي؟ جعانه. لا بقول لك ايه، عدي يومك. عايزه ايه بس هتنوحي لي ليه دلوقتي؟ طب خلاص خلاص ما تزعليش ما تزعليش يا سعد. ما هنجيبه منين سعد ده؟ معلش حاضر، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انت عايزه ايه؟ بيض. حاضر هعمل لك البيض. عايزه حاجه تانية؟ مقلي. حاضر اعمله لك عيون يعني. حاضر اعمله لك. سعد بيحب البيض المقلي. حاضر انا هقوم اعمل لسعد البيض عشان اخلص انا دلوقتي. حاضر عايزه الصحن. حاضر احميكي. حاضر تعالي بس خدي بول. عاوزه ايه تاني؟ تعالي. ايه انا حلوه صلاه عليك يا اختي. اخ يما الله يرحمك يا ام. اتفضلي يا حبيبتي. تسلم ايدي كده، ده انتصار بألف هنا وشيف. وحشتيني روحي وقلبي وحياتي ودنيتي، كل حاجه لي عمري. اقعد يا انا بيبي. انا 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 بقى بيبي. انا بعشقك حبيبي. انا بحبك قوي. انت امتى هتبطل اوفر يا حبيبي؟ امتى؟ ما انا مش قادر طبعا. الله، ما انت عارفه واحد بيحب واحده بجمالك لازم يبقى اهم حاجه في حياته انه يدلع البنوته. عارفه يعني ايه يدلع البنوته؟ يعني دلع البنوته. لا 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 دلع البنوته. بس 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 انا كم مره قلت لك بطل اسلوب المعاكسه بتاع الورق اللي انت بتعمله ده؟ حبيبي بيبي انت خلاص بقيت حاجه تانية. انسى الحياة القديمة دي اللي انت كنت عايشها، انساها خالص. حاضر حاضر خلاص. بص بقى يا حبيبتي، انا من ساعة ما كلمتك في التليفون الصبح وانا هتجنن. ازاي انت تتضايقي وانا عايش على وش الدنيا؟ عشان كده انا قعدت اعصر في دماغي لغاية ما لقيت لك حل هيخلصك من قرف العمال والشركة ده خالص. طب ازاي يا حبيبي؟ احنا نفتح قناة فضائية. نعم؟ قناة فضائية؟ إذا كنت أنا في الشركة عندي مشاكل متلتلة ومش عارفة أحلها تقولي نفتح قناة فضائية؟ بعدين أنت عارف كويس قوي إن أنا معيش سيولة. يا حبيبتي السيولة هتتوفر، إحنا ناخد قرض من البنك بضمان الشركة وكل فروعها اللي في المحافظات، ده غير الأراضي بتاعتكم اللي موجودة في شرم والغردقة، وأنا كمان هخش بحتة الأرض بتاعتي اللي موجودة في الساحل ونصيبي في مصنع المراتب، وساعتها ناخد قرض ب 50 مليون دولار ونبدأ بداية قوية ونفتح أكبر قناة في الشرق الأوسط. يعني نظرياً الكلام ده حلو قوي، بس مش هينفع يا بيبي. انت عارف ان بابي ممكن يجرى له حاجه لو انا بعت الشركه، تضيع عمره كله فيها. مش هينفع حبيبتي. مين قال بس ان احنا هنبيع الشركه؟ احنا مش هنبيع حاجه، احنا كل ما في الموضوع هناخد الشركه ديت وندخلها من ضمن الضمانات اللي البنك هياخدها. غير كده انت عارفه وانا عارف ان الشركه دلوقتي ما بقتش تكسب. بس 50 مليون دولار ده مبلغ كبير قوي، يعني احنا حتى لو خدنا القرض ده هنسدد فلوسه ازاي؟ احنا الاصول اللي معانا ما تجيبش تلت المبلغ ده. يا حبيبتي ما تقلقيش، انا هعرف اسنجف كويس قوي. اسنجف؟ اه يعني
يعني ارستق اظبط 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 الورق بتاع البنك ده كويس قوي بحيث ان الاصول بتاعتنا تساوي ثمن القرض كويس قوي، وفي خلال 5 سنين بالظبط هنسد القرض وهنكسب كمان. وبعدين يا حبيبتي انت عارفه زمان كانوا بيقولوا ايه؟ ها ايه؟ اي حاجه فيها اكل هتكسب هتكسب. دلوقتي اتغيرت شويه، بقت اي حاجه فيها اكل ودان الناس هتكسب هتكسب. انصحك ديري بالك على حالك. سيبني لوي يا بنت. في يا خالتي مالك بتعيطي ليه دلوقت؟ حاضر حاضر انا جايه لك اهو. طيب يا حبيبي وحشني يا حبيبي يا حبيبي يا رب. في ايه؟ في ايه بس؟ مالك مالك ايه دي كده؟ قولي لي في ايه؟ مالك يا خالتي؟ فيك ايه؟ مالك عاوزه ايه؟ مالك بس؟ عوض عوض وساعد ابني. وحشوني الله. عايزه اشوفه. حاضر. طب اقول لك على حاجه، انا اتصل لك بيهم بكره الصبح. خلاص والنبي. استغفر الله العظيم. والنبي. قولي تاني. والنبي والنبي والنبي. اللهم صل وسلم عليك يا نبي. عليه الصلاه والسلام. يلا اهدي بقى ونام. وبدري اختي كمان وحشتني خالص، عايزه اشوفها. لا حاضر اكلمهالك هي كمان بكره. بكره اكلمهم لك كلهم. هكلمهالك. انت جننتي؟ دي بدريه ماتت. يو طب ما انت واعيه هما اللي فيكي ايه يا خالتي؟ حرام عليكي ما تعيطيش، بتقطعي لي قلبي. طب خلاص خلاص والنبي انا اسفه 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 والنصح ما اعمل كده تاني. خلاص والنبي اهو. والنبي حقك علي حقك علي. اهدي بقى ونام. طب احكي لي حنوته. حاضر. كان يا مكان يا سعد يا اكرام. سعد بيحب البيض. صدقني كرهت البيض. احنا نعمل عقد شراكه ما بيني وما بين هايدي، وانا هخش بحته الارض بتاعتي اللي موجوده في الساحل، ونصيبي في مصنع المراتب اللي موجود في العبور، وكل الاجراءات البنكيه اللي بعد كده هخلصها انا بالتليفون. مش هيبقى فاضل بس غير على التوقيع اعمله انا وهايدي في البنك. ايوه بس نسبه الخطوره بتبقى عاليه جدا في القروض الضخمه دي. وبعدين لو حصل اي تعثر او لا قدر الله المشروع ما حققش التارجت بتاعه هندخل في مشاكل كبيره جدا يا هايدي مع البنك. ايه مالك مش قوي كده على فكره يا نادر؟ ما كل المستثمرين الكبار بياخدوا قروض ويتعثروا ويجدولوا ويسددوا. انا بصراحه حكايه القناه الفضائيه دي عجباني قوي. ايه رايك بقى يا هايدي تشغليني فيها مذيعه؟ وليه لا؟ عشان برضو ما اخليش مروان يطلع مع حد غيرك، على الاقل انت ضمناكي. ده ما فيش حد بيخسر على فكره. اللي بقى عنده قناه دلوقتي بقى عنده 3 و4 و5، رياضه ودراما وافلام ومنوعات واغاني، يعني الموضوع كده بسم الله ما شاء الله كبير. وحتى القنوات بتاعت الرقص الشرقي بقت مكسرة الدنيا دلوقتي. الله أنا عجباني قوي الفكرة دي يا بيبي. أنا عايز أفتح قناة رقص الشرقي وأخلي نجوان هي المين ستار بتاعتها، هي بقى تعمل كل البرامج والرقصات والشوز. على فكرة نجوان بترقص شرقي أحلى من الصفينار. وأنا جاهز بكل حاجة، كل البلاتوهات اللي موجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي وبرة مدينة الإنتاج الإعلامي واقفة بس على الإمضة. وعلى فكرة احنا ممكن نعتبرهم دول بيزنس لوحده خالص. ليه بقى؟ لأن احنا ممكن نستفيد بيهم ونأجرهم ونعتبرهم أصول. والخطوة التانية بقى نقوم لمين كل المذيعين والمذيعات المنورين في كل القنوات واخدينهم عندنا، ونقدم لهم عروض لا يمكن يرفضوها. وبعد كده نقوم داخلين دخلة قوية مع وكالة إعلانات قوية، وفي خلال 6 شهور القناة بتاعتنا تبقى أكبر قناة في مصر. وساعتها بقى نبقى نفتكر القعدة دي ونقعد نضحك عليها. أنا بصراحة متحمسة جدا للموضوع يا هايدي. الفكرة حلوة وجديدة وبتكسب. وأنا كمان يا هايدي أنا من زمان وأنا نفسي أكون في الوجود ده. واضح جدا إن أنا الوحيد اللي دمه تقيل في القعدة، بس أنا بحب أتحرك بطريقة محسوبة وبقدر المخاطر قبل ما ندخل في أي حاجة يا هايدي. بقول لك إيه يا نادر؟ أنا مش عايزة أكمل حياتي في الشركة هنا مع السكيورتي، لا شغلة ولا مشغلة. يلا يا مروان يا حبيبي نعمل المشروع ده. يا ستي والله ما خايف منها، بس دي خطيبتي وهتبقى مراتي. عاوزاني أقول لها إيه؟ أقول لها والنبي سيبيني أروح أقعد مع نوال شوية عشان جوزها مش فاضلها؟ الله، وأنت تقول لها ليه وتعيد لها ليه؟ ما دام ما اتجوزتهاش ملهاش حاجة عندك. ملهاش حاجة عندي إيه؟ أنت اتجننت يا نوال؟ ده لو عيني رمشت واحدة بس بتعمل معايا الصح. أنا نفسي أعرف البت الأزعى المسترجلة دي عاملة لك عمل عند أنهي شيخ عشان أعمل لك عنده؟
ده انا فرشلك خدي مداس وبتمنى لك الرضا ترضى. ده انا مفيش مره بشوفك فيها الا الكلام يبقى عليها حتى وهي مسجونه. ايه انا بقيت بكرهها كانها درتي. درتك ايه؟ درتك ايه ونيلت ايه؟ يا نوال احنا حوارنا ده كله عوا ومليان مشاكل، وجوزك ده انا قده يا ماما وقد 10 زيه، بس صاحب الحق قوي برضه. ما انا قلت لك فكك من الحوار ده ونفض لها، وحاجتك حاضره، انت راجل في الكليه وهي رد سجون، وانا هقرب سلومه في عيشته لحد ما يطلقني، وهخليه قبليها يكتب لي الشقه اللي احنا فيها باسمي، يعني مش هياخد غير جلاليب والزفره وهو خارج، ونتجوز انا وانت يا هيم. اه ولو عاوز عفش جديد نشتري ابيع ساختي، انا شارياك يا هيم وبحبك، وسلومه ده ما بقتش طايقه نفسه في وشي. انت تطلتي يا نوال؟ لا وربنا اتهطلتي، انت عاوزاني انا وانت نتجوز ونقعد في الشقه اللي قدام كوريا دي، كانت تولع فينا وفي ام الشقه. خلاص نبيع الشقه دي وناخد اي مطرح في اي حته. فكك بقى من موضوع الجواز ده، خلينا كده احنا كده احسن. نوال مزنوق، شوفي لي اي حاجه معاكي. يوه عينيا، بص كده خدي حبيبي. ده حبيبتي حبيبتي يا نوال، ربنا ما يحرمني منك. يا اخي كبداجي، وانت يا اختي نوال، انت ايه اللي جابك هنا يا شيخ ناصر؟ ايه رايك في الصدفه السعيده دي؟ لا يا صدفه زباله بصراحه. يلا نجري. يلا تفضل. شكرا لحضرتك. تفضل. شكرا. معلش يا هانم، هتعيد التوقيع مرة تانية لأن الفورمة المرة دي مختلفة، خلي التوقيع زي كل مرة. أوكي. أنا أهم حاجة عندي إن الإجراءات تكون سليمة، أهم حاجة. اتفضل. كده تمام، الفلوس في حسابكم دلوقتي وتقدروا تتصرفوا فيها بمعرفتكم. يعني خلاص؟ خلاص يا هانم. أنا كنت فاكرة الموضوع أصعب من كده بكتير. هو في الحقيقة أصعب، لكن علاقات مروان بيه بسم الله ما شاء الله، محدش كبير في البلد وما كلمنيش، وبعدين حضراتكم فوق مستوى الشبهات، والد حضرتك كان بيتعامل مع البنك ده من 30 سنة. أتمنى لكم النجاح في مشروعكم الجديد وفي أي حاجة بالنسبة